فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. نحن منهيون عن تشبه بأهل الكتابين. نعم. تشبه بأهل الكتاب. بأهل الكتاب باليهود، والتشبه بالنصارى. فنحن منهيون عما يختص به اليهود في دينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعما يختص به النصارى كذلك، لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى وفيه الكمال والتمام، ليس بحاجة إلى أن نضيف إليه أشياء من متسربة مما قبلنا، أو أشياء نستحسنها نحن ونبتدعها ونزيدها في دين الله. واليهود يتصفون بالقسوة، قسوة القلوب. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ما أراهم الله إحياء الموتى بقصة البقرة، قست قلوبهم والعياذ بالله. وكان المفروض أن تلين قلوبهم لما يشاهدونه من قدرة الله عز وجل. والنصارى ابتدعوا الرهبانية، هؤلاء قست قلوبهم وهؤلاء غلوا وأحدثوا الرهبانية. فنحن منهيون عن صفات اليهود والنصارى من قسوة القلوب ومن الرهبانية. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا، كما سبق قريبا أنه مع النهي عن التشبه بأهل الكتاب في ترهاتهم وأباطيلهم من الغلو أو من التقصير، فإن وجد من هذه الأمة من يفعل ذلك ويتشبه باليهود والنصارى، وهذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبتلى بالتشبه بأهل الكتاب، والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذير، لئلا نغتر بمن يفعل ذلك أو نتساهل معه في هذا الأمر ونقول هذا مقصده طيب ونيته طيبة. فليست العبرة بالنيات والمقاصد، وإنما العبرة باتباع الدليل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.